لماذا سمي كفر المنافقين بالشرك مع أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر؟ لماذا إيش؟ لماذا سمي كفر المنافقين بالشرك مع أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر؟ من سمى كفر المنافقين بالشرك؟ من اللي سماه بهذا؟ ها؟ ما سمعت أحد يقول إن المنافق مشرك. المنافق مسلم في الظاهر لكنه كافر في الباطن، والعبرة في البواطن ما هي في الظواهر. نعم.